إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا صلى الله عليه وسلم، الكسب الطيب والكسب الحلال، هذا المال الذي تحاسب عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لو نظرت لهذا الأمر وهذا الموضوع تجد أن الأمر خطير. العبادات صلاة وصيام وزكاة وحج، موسم الحج انتهى، هذه هي عبادات يمكن أن يؤديها الجميع، ولكن يمكن أن يسقط في مسألة المال والكسب الحلال، وليس العبرة بالكسب الحلال هو مسألة الفلوس فقط، إنما يمكن أن يدخل الإنسان على أهله وعلى نفسه مالاً حراماً يحاسب عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع انتشر كثيراً بين الجميع، بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الرجل لا يبالي هذا المال من الحلال أم من الحرام. وأظننا في هذا الزمان، المهم إن هو يجيب فلوس، المهم إن هو يكسب، هذه هي الكلمة التي تقال. لا يدري يا ترى المال ده يسأل عنه ده حلال ولا حرام، ما يفرقش مع هذا الأمر. وأظن أن هذا قد تكرر في زماننا، الشباب وهذه الطائفة اللي طالعة عايز يجيب فلوس بأي طريقة، يذهب إلى الطرق الشرعية فيجد أن الأمر صعب، لأن الحلال دائما ما يكون صعبا، مفيش حد أبدا يكسب أو يأخذ مال بطريقة سهلة إلا ويكون فيه حرام أو شبهة حرام. الطريقة السهلة إنه عايز يكسب فلوس وفقط، إنه عايز يعيش في مستوى كذا وفقط. ولذلك تجد الذي يأتي بهذا الكسب المشبوه والحرام تجد عنده يريد أن يتخلص من هذا المال بأي طريقة، يدخله في أي شيء، يشتري كذا بمبلغ كذا، المهم إنه عايز يصرف هذا المال، لأنه يعلم من داخل نفسه أنه يفعل حراماً. فإن الأموال والكسب ينقسم لثلاثة أقسام ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثلاث حاجات: حلال بين معروف، وحرام بين انت عارف ان هو حرام، مفيش واحد بياخد رشوة وهو يعلم انه يقول يا ترى الرشوة دي حلال ولا حرام، بياكل سحت مال بدون وجه حق ويقول يا ترى السحت ده حلال ولا حرام، ده حرام بين، ياكل ربا.
وهناك ما الحلال هو بيشتغل وبياخد أجرة على الشغل بتاعه ده، واتقى الله تبارك وتعالى في العمل بتاعه، لأن يمكن أن يكون إنسان مفروض عليه وقت معين في العمل بتاعه وأنه بياخد أجر على العمل بتاعه وما بيأديش هذا العمل، هذا المال يكون فيه حرام إن هو ما أداش العمل اللي بياخد أباله الأجر، مع أنه بيشتغل في عمل طيب عمل عادي مش حرام ولا شيء، بس هو ما أداش العمل بتاعه فيأخذ على ذلك إن هو أخذ مال بدون وجه حق. مسألة خطيرة، المسألة يجب أن ننظر إليها، إن لما الإنسان يأتي ليخرج من الدنيا سيوضع في القبر ويغلق عليه وينتهي الموضوع خلاص، إحنا بنترك الإنسان وبنرجع، وإنه ليسمع قرع نعالهم بس لا يغني عنه شيئا، يعني لا المال بتاعه اللي بقى موجود ولا الأرض بتاعته ولا البيوت ولا كذا ولا أي شيء في الدنيا خلاص، ينفع ساعة نغلق باب القبر عليه انتهى الموضوع بتاعه ورجعنا وينسى، لأن النسيان هذه سنة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى قال: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. كسب الحلال والمال الحلال اللي انت تنفقه في حياتك هذا امر كثير، يعني لو نظرت الى الموضوع بنظره بسيطه جدا، ان انسان بيصلي ويصوم رمضان ويقوم بالليل في قيام الليل وبيعمل كل هذه الاعمال الصالحه، وهو بيشتغل مثلا في تجاره فأتى على الكيل والميزان، بخس الناس أخذ 50 جرام 30 جرام من الوزن أو من كذا، أنا بدي لك مثال بسيط قوي. تخيل الإنسان ده كل واحد دخله واشترى منه أو كذا أخذ منه الجزء ده، عاش 40 سنة 50 سنة أي رقم كان، لما مات كل واحد له ال50 جرام دول الحق هياخده. أنا بقول لك خطورة الموضوع، باع في حياته 100,000 بيعة، 1,000 بأي رقم أنت عايز تقول، اضرب هذه البيعة اللي هو البيعة اللي هو باعها دي في عدد الجرامات ده وللناس اللي هو باع لها، ده حاجة بسيطة جدا إن الناس دي لها حق عنه، والناس دي كل واحد له جرام مش جرام. قال الله تبارك وتعالى: مثقال الذرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. موضوع مش زي ما احنا بنظن، الموضوع أعلى وأكبر من ذلك، وبيصلي وبيصوم وكذا وكذا وراح حج كذا إلى بيت الله الحرام وعمرة كذا وبيتصدق وينفق كل أبواب الخير وكذا وسقط في هذا، يجي يوم القيامة. خطورة الكسب الحرام إن هو متعلق بحقوق عباد، 1,000 واحد واقفين، 2,000 3 10 اللي بعلوم في حياته وبخس هذا الكيل والميزان واخذ 50 جرام أو 20 جرام أو 30 جرام دول كلهم عايزين حقهم، هيجيبوا منين؟ حسنات وسيئات، ياخذ الصلاة بتاعته وياخذ الزكاة بتاعته والحجة اللي راحها وكذا وكذا وراح هذا الرجل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الأمر ليس كما نظن، الأمر شديد كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السبب في هذا الهول العظيم هي جهنم وهي النار، والنجاة يسيرة وعسيرة،
يسيرة على من يسر الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا أن ترك أسباب الشقاء، هذا من يسر الله عليه، وعسيرة على من تمسك بالدنيا وطال الأمل فيها وسوف له الشيطان وزين له عمله. خطورة الكسب الحرام إن يصل الشيطان أن يجعل لك هذا الذي تفعله أن يجعله لك حلالاً، بيشتغل في الحرام وبيأكل ربا وبيأكل مال بدون وجه حق وبيسرق الناس ويقول، والشيطان يجعل له هذا الأمر حلال، يقول أنا ما بكتسبش مال حرام. عارف لما يصل لهذا الأمر وهذه النقطة، هذا أمر في منتهى الخطورة، خلاص أنت بتظن أن أنت على كسب حلال، فلوس دي فلوس حلال. من الأشياء الخطيرة جدا، وما أقوله لكم أمر واقعي، أن كثيرا من الناس يشغل الفلوس مع مبلغ، فيبدأ أنه هو يشغله، يدي الواحد عنده فاتح شيء يشغله معه. السيء في الموضوع والذي يجعل هذا فيه حرام هو تحديد المكسب، وده الربا. يعني يقول له أنت هتاخد 100,000 دولار هدي لك 10,000 في السنة، 10-12 رقم أي رقم، لو 1000 تحديد ده ربا. وهذا يحدث لأن الخطورة إن أصحاب رؤوس الأموال اللي بيشغلوا، اللي عندهم المصالح، اللي بياخدوا الأموال من الناس، بيقول ويدي عذر لنفسه، يقول أنا ما هقدرش أقول هو بقى شريك، هيقول هذا خلاص ما تدخلش هذا المال، ما دام مش قادر إن أنت تصل للحلال فما تشتغلش في الحرام، أنت مش قادر تضبط المسألة ومش قادر ان انت تجعل المال اللي هتجيبه تشغله ده في جزء معين من تجارتك او من شغلك، فما تدخلش المال، انما التحديد هذا ربا. انت تقول انا هاخد منك المبلغ كذا وهدي لك كذا، هذا ربا ليس فيه مناقشة ولا كلام، الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربا الفضل وربا النسيئة. طب أخذت مال علشان تشغله، هذه شراكة، الشراكة الحلال اللي هي قائمة على الربح وعلى الخسارة، إن إحنا كسبنا السنة دي كذا أو خسرنا كذا، ليس لها نسبة معينة، مش 10 ولا 12 ولا 15 ولا كذا، إحنا جردنا بعد السنة وطلع كذا، فأنت لك النصيب بتاعك كذا على السهم اللي أنت داخل فيه أو الاثنين أو الثلاثة بحسب المال اللي أنت دخلت فيه. كم من إنسان تعامل بمعاملة كهذه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه، ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله، اللي بيتعامل اللي أخذ الفلوس واللي دفع له الفلوس واللي كتب واللي شهد على المسألة. خطيرة إن الإنسان يتساهل، يبقى فاتح شيء وهذا يديله 100,000 وهذا يديله كذا وهذا يديله كذا وهو يتعامل بربا. والإنسان، أنا في بداية الخطبة أقول صلاة وصيام وزكاة وحاج فرائض، أنا بقول لك إنسان بيقيم الليل بيروح حج إلى بيت الله عمل كل حاجة، ولكن أنا بتكلم عن نقطة سقط فيها يمكن أن يهوي بها في النار، يهوي بها في النار والعياذ بالله، أمر عظيم. ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن الربا معاملة قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد وعيد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ربنا يتكلم عن مسألة خلود في النار خاف ولازم ترجع، أنت مش قادر على معاملة تضبطها ما تعملهاش، مش قادر تضبط هذه المعاملات ما تديش كلام تودي نفسك بيه والعياذ بالله في النار،
أنا أتكلم عن أمور تحدث. الناس لما تصل إلى مسألة أنه عايز يكسب وفقط، هذا أمر يخرج الإنسان عن مسألة العمل. ربنا تبارك وتعالى جعل الأرض لنا ذلولا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سعي إلى العمل والاجتهاد، مش إن أنا أقعد خد يا فلان كذا خلاص أنا عايش على هذا هيجي لي كذا، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا كسب حرام يحاسب عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. إنما الشراكة، إنما القائم على الربح وعلى الخسارة، هذا أمر شرعي ليس فيه شيء. يبقى إنسان طفف في الكيل والميزان، قلل في كيل وموازين، أخذ جرامات يمكن أن يهوي بها في النار. والتطفيف ليس مقصوداً على مسألة الموازين. الله تبارك وتعالى يقول: ويلٌ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما تيجي واحد شغال تاجر ورايح يشتري من واحد، ما يبقاش مطفف. يعني ايه ابقى مطفف؟ مش التطفيف ده في ان انا اقلل في الموازين؟ لا، مش هذا هو فقط. ان انت لما تروح تدخل على تشتري رز، بتشتري بهائم، بتشتري اي حاجه، اي تجاره، وداخل تشتري من واحد، ما تبخس الحاجه. بخسك للشيء ده تطفيف. اذا اكتالوا على الناس يستوفوه، انا راح اشتري منك ابهدلك، وان انا ابخس الحاجه بتاعتك واخدها بتراب الفلوس. واذا كالوهم او وزنوهم، جاي يبيع لك بقى، يعمل ايه؟ يبيع له باعلى سعر. يحدث، شوف كم واحد مطفف. انا بدي لك امثله فقط، ليس الامر على سبيل الحصر، وانما الامر على سبيل المثال. بس واحد بيطفف في كيل وموازين، في بيع وشراء، كم واحد يقع في ذلك؟ امر عظيم. مساله المال ده علشان الانسان يسال عنه سؤالين: من اين اكتسبه وفيما انفقه. انت جبته منين؟ جبته من حلال ولا من حرام؟ طب انفقته في ايه؟ انفقته في ما في هذا الامر، في حلال ام في حرام؟ هذا امر عظيم. على قدر المال يكون السؤال ويكون الوقت، فان الفقراء يسبقون الاغنياء الى دخول الجنه 500 سنه، نص يوم. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، نص يوم 500 سنه يدخلوا الجنة، داخلين في الجنة والأغنياء لسه بعد 500 سنة يدخلوا، بسبب الفلوس، بسبب الأموال. لما يقف الواحد يتقال له: أنت الفلوس ده جبتها منين؟ طب أنفقتها فين؟ شوف اللي يملك بقى المليارات ويملك كذا ويملك كذا، وهو يعلم ويرى بعينه أن الكل عندما يموت لا ينفع شيء من هذا. لما تنظر إلى ملك من ملوك الدنيا، الملك من ملوك الدنيا دولا ملك بيملك مملكة، له مطلق التصرف في المملكة بتاعته. لما تنظر إلى القبر بتاعه، لا عليه حراسة ولا عليه حاجة ولا أي شيء، قبر محطوط ومكتوب عليه فلان الفلان، حتى لا يكتبوا الملك فلان ولا كذا ولا اي شيء. طب اين ذهب؟ فين الملك بتاعه؟ فين كذا؟ اين الذين ملكوا الدنيا بحذافرها وملكوا من الاقصاها لاقصاها؟ اين ذهب هؤلاء؟ ولكن الامر شديد بين يدي الله تبارك وتعالى. فانظر الى نفسك، لا تنظر الى غيرك، ما تبصش، ما اقولكش انظر الى الملوك وكذا، انظر لحالك انت.
انت الكسب بتاعك من الحلال ام من الحرام؟ لو كان فيه كسب حرام فاعلم ان الامر عسير بين يدي الله، وان الامر شديد، لانه في وقت انت المال ده حرام وان عليك حق هتدفعه، هتجيبه منين؟ في وقت الحساب. الوقت الان تستطيع ان تفتدي به، انما يومها لن تستطيع ان تفتدي حتى لو كنت تملك هذه الدنيا. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم منها ولهم عذاب مقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المستحدثة التي ابتلينا بها الرهان، الرهانات اللي موجودة، والشباب دخل في هذا الموضوع وهم يستسهلون أخذ الأموال، وهذا حرام من الكسب الحرام. هذا الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى من الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يرجع الأمر، الإسلام بدأ غريباً ويعود غريباً، يدخل علينا أمور مستحدثة، ولكن الإنسان الذي لا يبالي من حرام ولا من حلال ما يفرقش معاه، المهم إن أنا بكسب. هذا من الأمور المستحدثة، الميسر والتسويق الهرمي الذي انتشر، والبرامج اللي موجودة على المنصات وغيره، هذا من الحرام البين لجان الفتوى الشرعية في كافة الدول، أجمعت على أن هذه الأمور وهذه البرامج حرام شرعاً، والكسب منها كسب حرام، لأن هناك بيوت مفتوحة من هذا الكسب الحرام. الأمر جد ليس فيه شيء من الهزل، إنسان ما ياخدش الأمور على محمل إن هو يأتي بمال وفقط، والمهم إن أنا عايش في عيشة كويسة، المهم المال ده مال حلال أم حرام، لأن ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وعندما يتغير الحال تجد هذا كله موجودا في صحيفة أعمالك. إن كان خيراً وجدته خيراً، وإن كان شراً وجدته شراً، وحينها الإنسان يندم ندماً شديداً لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا التوقيت مسألة الأموال مسألة خطيرة يجب أن تتحرى فيها. طب إنسان تعامل بربا أو غش في بيع وشراء، أكل سحتاً، أكل مال حرام، سرق، كل الأشكال اللي ممكن إن هو إنسان ممكن إن هو ارتكبها، ما الحل؟ ماذا يفعل؟ الأموال لها حاجتين. لو أنت في مال تستطيع إن أنت ترجعه لأصحابه، يعني إنسان سرق وفي حيلة معينة إن هو ما يظهرش في الموضوع، إن المال ده يرجع لأصحابه، يستطيع إن هو يرجعه، لأن في السرقة ربنا تبارك وتعالى قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. يعني أنت لما تتوب من بعد الظلم بتاعك في السرقة تصلح، لو استطعت إن أنا هرجع الحاجة دي أرجعها. طب ما استطعتش، لأن ممكن واحد سرق من حد أو أخذ مال من حد وهو ما يعرفوش،
اخذ سحت، اخذ رشوه من حد، وخلاص تقطعت السبل بينهم، ما عادش يقدر انه يوصل انه يقول خلاص انا تبت او كذا. يتوب الى الله تبارك وتعالى، لان دي من كبائر الذنوب. الكبائر لها توبه. يعني ايه ان انا اتوب؟ يعني ان انا ما عادش اعمل الحاجه دي تاني. التوبه معناها عدم الرجوع الى الذنب. سرقت، اتوب معناها ان انا ما اسرقش تاني، وان انا اندم ان انا عملت كده، وان انا اعاهد ربنا ان انا ما ارجعش تاني اعمل كده. دي اسمها التوبه. لو انت مخلص فيها ربنا تبارك وتعالى يبدل لك السرقه بتاعتك دي حسنات. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب اللي له حق عندك ربنا يمضيه يوم القيامه. انا مش قادر اوصله، هو له حق هياخده؟ يعني اللي انت اخذت منه فلوس او اخذت منه سحت او كذا او كذا وانت تبت، هل يسقط الحق بتاعه بالتوبه بتاعتك؟ لا، هو له حق، حق ده لن يسقط. الاصل عندي ان انا لو تبت ربنا وتاب الله علي ربنا تبارك وتعالى يرضيه يوم القيامه عشان يعفو عني. طب انا ما تبتش هياخد حقه مني بحسناته وسيئاته. يبقى الموضوع ان انت مجرد اخذ المال الحرام ده ودخوله على نفسك او على بيتك او على اي حاجه، هذا ستحاسب عنه وسيكون مجزاة بين يدي الله. انا لو برات نفسي في الدنيا وتبت الى الله خلصت الموضوع. استطعت ان انا ارجع شيء؟ اقدر ان ارجعه بطريقه مباشره او غير مباشره. تقدر ان انت تستسمح الانسان انت اكلت مال على حد من سنين؟ يحدث هذا، يتصل إنسان يقول أنا فلان أخذ مني 200 جنيه من 20 سنة. 200 جنيه دي رقم من 20 سنة. النهاردة يعمل إيه؟ يرجعهم له؟ عايز يرجع له الفلوس، يرجعهم له 200 جنيه ولا يدوم له إزاي؟ هذا الأمر محتاج إن أنت تقول له سامحني أنا مذنب في حقك، الميتين دول يسووا 2000 جنيه، ويستسمح ويخلص المسائل دي. النقوط القديم اللي كان بخمسة جنيه وعشرة جنيه والناس سابقه، وهذه الكشوف اللي بقالها سنين، هذه أموال وحقوق. أنت بتقول أنا محرج إن أنا أقول له يا فلان 5 جنيه بتاعتك خلصها، والعشرة جنيه اللي انت تقول ما اقدرش اقول له لا وارجع له في كشف النقود كذا، لا دي حقوق. طب هو لما قفل الكشف بتاعه ده وقال خلاص ده ما عادلهاش قيمه او كذا، هل هو تنازل عن الحق بتاعه؟ لازم يقول لك ده. يعني لازم تقول له انت ليك عندي 5 جنيه كانت نقود في كذا، انت مسامح ولا تاخدها؟ هذا هو الذي يجب ان يكون، لان فيه أموال كتيرة بالشكل ده من سنين موجودة، هذا واقع أنت محتاج تخلصه، وكل واحد يعلم هو عليه أو مفيش عليه. فتجد أن الموضوع يحتاج الإنسان يكون يفكر في هذه الأمور حتى لا يسقط منه شيئا، ويكون هذا نكالا بين يدي الله. يكون له الإنسان له حق عنده ويفاجئ فلان له 5 جنيه، طب هجيب 5 جنيه منين؟ طب هتجيب؟ هي حاجة بسيطة النهاردة تخلصها في شيء بسيط جدا، ولكن يومها لن تستطيع أن تخلص شيئا. تخلص يومها بحسنات وسيئات، بحجة دفعت فلوس كتيرة ورحت واتبهدلت، واحد ياخدها ب5 جنيه. صيام شهر رمضان كله واحد ياخده بأموال بسيطة جدا، لأنه يتحكم فيك. فالأمر جد يحتاج إلى تفكير من العبد، ويحتاج إلى تحري لدخول المال، هل هو من الحلال أم من الحرام؟ لا تكون من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبين أمن الحلال أم من الحرام. أسأل الله الكريم الحليم أن يجعلنا من التائبين الفائزين بجنة وريح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة الإحسان لا إله إلا الله. اللهم لقنا حجتنا في قبورنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.
اللهم أحينا موحدين، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا بين يديك مرددين لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الكسب الحرام، اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين، وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا وبارك لنا فيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، واهد بيوتنا، واهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. كما جمعتنا على طاعتك فاجمعنا جميعا في جناتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهتدين. اللهم ارحم أحبابا لنا رقدوا تحت التراب، فرق بيننا وبينهم الموت، وليس بيننا وبينهم الآن إلا الدعاء. فاللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف من يتألمون ولا يتكلمون ولا يعلم بحالهم إلا أنت. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، وألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم فرجا قريبا على أهلنا في غزة يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن معهم عونا ونصيرا يوم قال النصير. اللهم يا كريم يا حليم، أنزلهم منازل الشهداء وتقبلهم في عبادك الصالحين. اللهم أسعد قلوبنا بفرج قريب عليهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض. أرنا في اليهود عجائب قدرتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم يا كريم، كما جمعتنا في هذا فاجمعنا في جناتك جنات النعيم. اللهم بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمعنا جميعا على حوضه فنصف من يدي شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين، وأقم الصلاة.